خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن المساعدات اللي بتقدمها مصر إلى قطاع غزة، إلى أشقائنا في قطاع غزة، من خلال الدكتور إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك دكتور إيمان. صباح الخير على حضراتكم جميعا. أهلا بحضرتك. عايزين نفهم من حضرتك يعني سر الموجود اللي بيخلي الشعب المصري بكل أطيافه الحقيقة مصمم وبيبذل كل الجهد أنه هو يقدم كل المساعدات الإغاثية الممكنة لأشقائه في قطاع غزة، خصوصا أنه العالم كله، دول العالم ومنظماته كلها مع بعض قدمت تقريبا 20% من حجم المساعدات، ومصر وحدها قدمت 80% من خلال معبر رفح اللي بنذكر دايما أنه هو مفتوح وما زال مفتوح منذ بداية هذه الأزمة. يا دكتور إيمان، إيه هو تفسير من وجهة نظر حضرتك؟ يمكن هنتكلم في البداية على المستوى الشعبي. الشعب عامة لديه التصاق تام بالقضية الفلسطينية، ليس فقط علشان البعد الجغرافي ولكن كذلك البعد الأيديولوجي لأبعاد القضية الفلسطينية. في توافق تام ما بين الشعب الفلسطيني والشعب المصري بشكل كبير، ويمكن ده اللي ظهر في حملات الدعم المكثفة من جانب المصريين لأشقائنا في الأراضي الفلسطينية، ليس فقط على المستوى المساعدات الإنسانية لكن كذلك على المستوى الإعلامي، على المستوى الشارع المصري. كل تلك الأمور تم رصدها بشكل واضح في الحراك المصري في تناوله للقضية الفلسطينية بمختلف أبعادها، ونقل القضية وكذلك والحقائق الميدانية، حقائق السياسية على كافة المنابر والمستويات، خاصة في استخدام المصريين لآليات التواصل الاجتماعي. النقطة الثانية ما يتعلق بتكثيف الجهود المصرية في تناول أبعاد القضية الفلسطينية. يمكن ليس فقط من بداية أحداث 7 أكتوبر ولكن صراحة فيما قبل عام 48، خاصة وأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع ممتد بكافة أبعاده، أو صراع لا حل كما يتم النظر إليه بشكل واضح في العديد من المشاهدات. يمكن في البداية القاهرة دوما ما تؤكد على ثوابتها تجاه القضية. وفقا لمسارات أساسية في هذا الأمر تم الحديث عنها مرارا. طيب دكتور إيمان، كل سنة وحضرتك طيبة. احنا خلاص بعد بكرة بداية شهر رمضان الكريم، والمفروض الفترة اللي فاتت كان في الحديث مستمر حول دول العالم كلها عن إقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، مدتها تقريبا تبقى شهر ونص، وحد دلوقتي الهدنة دي لم تقر. بعد حضرتك شايفة مصير الهدنة دي؟ يعني صراحة نأمل أن يتم الهدنة خلال الأيام القليلة، وخاصة أنه خلاص نحن على مشارف شهر رمضان. مصير الهدنة يعني أخشى عليها من عملية الجمود في ظل التعنت الإسرائيلي في تفنيده لبنود الهدنة الإنسانية، في تفنيده لعملية ما بعد الهدنة بشكل رئيسي. يمكن حالة التعنت الإسرائيلي قبلت حالة انقسام واضح في الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي حول هذا الأمر، خاصة وأنه حتى الداخل الإسرائيلي بينشد تلك الهدنة، بينشد عملية التقاط الأنفاس، إعادة ترتيب الأوراق وما إلى ذلك. هناك تعنت إسرائيلي واضح، في مقابله تخاذل من جانب المجتمع الدولي في فرض آليات الهدنة، في فرض مشروطيات وأهمية الهدنة في الوقت الحالي على كافة المستويات، ليست فقط المستوى الإنساني والذي يعد في المقام الأول لكن كذلك على المستوى السياسي لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب أوراق التفاوض سواء على المستوى الفلسطيني الإسرائيلي أو كذلك على مستوى الوسطاء، وفي مقدمتهم القاهرة بجانب شركائنا في الإقليم العربي وشركائنا في المجتمع الدولي. أكيد دكتور، يعني بنتمنى أن الهدنة تقر خلاص، يعني الأيام اللي احنا فيها دي خلاص على مشارف بدء شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة والشعب العربي والإسلامي كلهم بخير يا رب. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية.